بالنسبه للالزاميات ديال جواز التلقيح في التنقل او الولوج الى يعني المقاهي والحمامات والصالونات بحال هكا، يعني واحد القرار اللي مجحف واحد شويه، حيت نهضر على راسي انا مثلا، يعني يلاه تشافيت تقريبا من الكورونا دي 15 يوم، يعني ما خصنيش نقول التلقيح يعني على مده يعني شهر كما كيقولوا التعليمات ديالهم. يعني انا ما نقدرش دابا نجلس لا في قهوه لا نمشي للحمام لا نتنقل لشي بلاصه اخرى، علاش؟ حيت ما عنديش جواز تلقيح. والصدمه الكبيره كاع للناس اللي ضربوا التلقيح، يعني اللي ضربوا جوج جرعات وخداو الجواز ديال التلقيح، خدام خداو الجواز ديال التلقيح، فجاتهم الصدمه من بعد يعني فاش خرجت الوزاره ديال الصحه بالبلاغ انه كيتلغى الجواز ديال التلقيح من مورا 6 شهور الا اذا تلقيتي يعني الجرعه الثالثه. فصراحة الناس واحدين مع الجرعة الثانية، فمن بالك بالجرعة الثالثة انك تزيدها، وانك تفرض يعني الجواز ديال التلقيح على يعني الناس اللي كيتنقلوا والمقاهي ويعني المحلات وكذا بحال هكا. انا بالنسبة لي يعني ضد، لانه شخصيا انا درت التلقيح عن غير اقتناع. انا رأيي انه الجميع يروح يعملوا اللقاح، لانه هذا شيء ضروري وما يخافوا من اللقاح. والإلزامية لازم يعملوا إلزام إنه الواحد عنده أماكن خاصة، يعني واحد يدخل عليها يكون عنده لقاح، وهذا الشيء بشجعه أنا. ما في إحراج، لأنه عالميا هيدي عالميا كل العالم، هلا في مثلا بأوروبا ممنوع تفوت على سنتر عشان تعمل عشان تجلس فيه لازم يكون عندك لقاح، مش بس هون بالمغرب، عالميا صايرة هيدي إلزامية. يعني كيفاش بغيتي نهضر لك انا على القرار؟ اصل القرار ما واضحش من عند الدوله، مره كيقولوا اجباري مره اختياري مره ما فهمنا والو، لا الجرعه الاولى الجرعه الثانيه شو يقول لك الجرعه الثالثه. دابا انا مريح مع خوتي مع اصحابي، واش دابا خصني نريح معاهم ونسولهم واش تكون جوج تلقيح؟ شي ما واضحش. كنتمنى من الناس ديال المسؤولين ديالنا يجونا نيشان يقولنا شنو كاين ويجلسوا مع مواطنين ويحسوا بهم، هادشي راه ما واضحش. ولا كان هادشي في المصلحه الدوله التزموا، ولكن داك اللي غادي يلتزم معاه خصو هو يكون ملتزم. خصهم يفرضوا لا في الطاكسيات ولا في الاسواق العموميه ولا في المؤسسات ولا في المقاهي، في كل شيء حتى البحر. المهم بنادم خصو يدير التلقيح باش ما ياذيش الاخرين، هذا هو. طبعا خصو يديروا الناس، خصو يديروا لا من بعد تجي لهم شي غرامه، خص كل شيء يلقاح. لا حقيقة أنا ماشي مع الإجبارية، حيت كاينين الناس مثلا أولا غادي نكونوا عندنا يكون كنا مشكل الاقتصاد، حيت مثلا الناس اللي ما بغاوش يلقحوا مثلا ولا عندهم مشاكل خايفين من حيت دي فوا كنسمعوا بلي أنه هذا مثلا شلال وهذا دار إبرة، ربما يكون صح ولا خطأ. المهم حنا كيسمعونا ذوك الأخبار وبعض العائلات كيسمعوا ذوك الأخبارات، ألور كاينين الناس اللي خايفين مثلا من هذا الشيء هذا. والإجبارية ديال التلقيح يعني ما متفقش، لانه علاش؟ لانه او اولا باش تقول لي غتدخل القهوه اجباري مثلا، ما غاديش ندخل القهوه الحمام، ما غاديش نمشي للحمام مثلا، غيكون واحد المشكل ديال الاقتصاد، يعني غيكون واحد المشكل ديال الاقتصاد على الناس اللي وثانيا الناس كاع اللي ملقحين مثلا، نقول لك 50% ما غاديش يجيو القهوه ولا ما غاديش يجيو لهنا، ربما دوك الناس اللي ما ملقحينش مثلا اللي خايفين ولا خايفين مثلا من هذا الشيء اللي كيسمعوا مثلا. انا ضد هذا القرار هذا، مادام انه الانسان داير الكمامه ديالو وداير الاحتياطات ديالو، اذا لا داعي باش انه نفرضوا عليه واحد الجواز تلقيح باش انه يدخل واحد الاداره معينه. اذا هذا هو واحد قرار بطريقه مباشره فرضوا عليك انك تطبق ذاك الجواز ديال التلقيح هذا. بالنسبه للجواز التلقيح مزيان، خاص الناس يديروه كاملين وضروري خاص يديروه، وراه مزيان، راه كلشي دابا داق وكلشي، وقلنوا الناس خاصو يدقوه. حنا ملي لقينا بعدا فابور ولقينا مزيان وما كنخلصوا فيه حتى شي حاجه، علاش لي ما ندقوا؟ علاش لا؟